يا هلا يا هلا، تفضل. خير حبيبي، والله مشتاق لك. ما نتحصى تفضل تفضل تفضل. منيح خي، دغري قعد تحده. معود علي. شو قال انك معود عليه ومش راح انت تنساه؟ ما في شيء بينتصى بين الاخوة. بس ما اخذك اللي كنت عم تقول عنه، ومشتاق له يعني. بهالفترة اللي قاعد فيها اكيد مشتاق. طيب ليه ما طلعت زرته بالحبس؟ مقهور منه كتير. ليه مقهور منه؟ يعني فات بكتير اشياء. شو هي هالاشياء؟ مخدرات، مثلي بقصة البنت. انت اللي حبست وهو كان يطلع يزورك. والله هديك ليه ما طلعت تزوره؟ يعني ما كنت متوقع الله يهديه كمان مثلا ويتوب؟ لا. ليه؟ لانه لقيت انه راكب القصه براسه كبير يعني. ما انت بوقتها كانت راكب القصه براسك بس مش قده. مش لانك مثلا شوي غرت انه صاحب صاحبتك؟ هلا هاي اكيد. ايه صعبه. كنت تحبها يعني؟ ايه. وهي ما زارتك ابدا بالحبس؟ لا. وهو حسب ما قال انه بقلب الحبس بيضل فيك توصل على تليفون وتتواصل مع العالم الخارجي. صح. ما كنت تتواصل معه انت وبالحبس؟ خلص عرفت انا بالقفص. بس كان هم الوحيد امي. بس. بس. وهي الحب اللي عم تحكي عنه ما همك انك تتصل فيه؟ لا لا. شو كنت تتعاطى؟ حشيش، ترمال. يعني لازم هي الترمال نعرف شو اعراضه من شان المشاهدين او الواحد. ايه. اول ما نمورط بالخبرين ما يعرف شو اي حدا اخرته. يعني بتصير تعمل اشياء عويصه لتجيب مصاري تروح تاخد انت هيدا الشيء لترتاح. بتفوت بحاله لا فيك تنام. ممكن تمد ايدك 100% تقتل بتهلوس يعني. ما بتعذره يعني. يمكن انا يكون مارق شاب على الطريق خلص ما عجبني فكرته بقوم لا بضربه لا شعوريا. لكن اول شيء رافض انك تحكي معه ودغري رجعت لي. شو اللي صار بحديثي انا وياه قنعك او حننك لحتى انك ترجع تتواصل معه؟ يعني مش حنكمل زعلانين يعني. ما في كمل زعلان خلص يعني. عمل هذا الشيء ما بدي اكسفه. لما كسفته من ست ايام كسفته. بس مش عامل حسابي يجيبني لهون صدمني يعني. وما بدي كان هالشي يصير. عارفه ما حيقتنع. انت حاكم عليه انه رح يرجع يتعاطى؟ هيك كنت حاسس. نرجع لموضوع البنت. هلا مع البنت نصحته انه بلاها؟ نصحته. عرفت انه بلش يتعاطى؟ هو كان عم يطلع لعندك. ايه. شو قلت له؟ شو نصحته؟ قلت له يا خي انه انا لك انا وين صرت؟ عم بحكيك من ورا قضبان. ايه. يعني بطلت فيي لا اظهر انا وياك لا نقعد قعداتنا ولا شيء ولا نروح مع بعض. اختاروا هودي بظرف خمس دقائق عبوني. طيب انت قلت لي وقت كنا قاعدين سوا قبل ما تفوت لعنده انه هاي البنت مسيوطة. ايه. يعني وحددت لي رقم 100 شاب. 100. انت عرفت انه هالقد صارت عندها توسع بموضوع العلاقات انت وبالحبس ولا بس طلعت ولا كيف؟ انا لما كنت معه كنت عارف هذا. اه. الموضوع وقلت له هذا الشيء. قلت له. وانت ما حسيت تعدد علاقاتها؟ انا كيف بدي اقول لك، ما كنت تحسسني هي بهالموضوع. هي كتير ذكيه بتاخد منك كل شيء بدها اياه. ما بتحسسك ولا 1% انه انت غرقان او بدها هي جاي على مصلحه. بتوقع شاب 2000 شاب ما عنده مشكله. شو صار بالبنت؟ انا اختفت البنت. عندي فضول. حدا منكم قال لي انها موقوفه، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ انا كيف عرفت انه اكيد طبعا بس ظهرت صرت دقدس تتداول الاخبار بالحي شباب كذا هيك. سمعت منهم انه هي شو توقفت. بس وين وكيف وليش ما تفضيت لها. فيكم تقولوا اسمها؟ لا ما في يقول اسمها. ما عندي فضول. ليه فوتتكم على الحبس وفوتتكم وبعضكم وخلفت العيلة ونزعت 100 شاب؟ ليه ما بدكم تقولوا اسمها؟ لانه بتصير مشاكل علينا. كونه نحن لا مش قصة مشاكل. لا علينا. مشاكل ما بيصير شيء علينا. كونه نحن عرفت شو عنا عرض بنخاف على عرضنا كذا. كونه هي بنت بس اللي الله رحمها. لو انها هي شاب تصرف تاني بيكون خير. هلا انتوا التقيتوا؟ نعم. انت شو طالب منه؟ شو طالب منه غير اللي قلت له اياه هون؟
انه هو عم يشتغل وعم يشتغل بمصلحه الحديد، حداد فرنجي. نعم. ويعني هو مثل كانه عم بيقدم عرض انه بده يشتغل معك، انت قبلان انك تشاركه مثلا وتكبروا البزنس تبعكم؟ انا اذا هو بده يقتنع انه خلص يحط ايده بايده ونفتح صفحه جديده وننسى كل شيء، هيدا القطع بيناتنا وما يرجع يتعاقد، ما يرجع. واذا رجع انا قبلان، واذا رجع قدام العالم كله ساحره بحياتكم شو؟ ماشي بسلمها بايدي. يعني ايام سوداء قطعنا فيها لازم يعني هيدي حنكبها ورانا ان الله راد. بتشكرك كثير انا انه قربتنا لبعض، وحنمرق بعد بايام حلوه نكب ورانا الايام السوداء ونبلش حياتنا الجديده. حاطط تاتو على رقبتك امي وبي. ليه؟ اغلى اثنين بحياتي. امتى دقيتوا هيدا؟ جوا انا وجوا. اثر كثير موضوع انه انتركوا بعضهم عليك؟ ايه، بقعد بيني وبين حالي بفكر انه يا ريت هالجمعه بترجع كلها سوا. ايه بس خلص. حكيتوا بالموضوع معهم؟ يعني جربنا. جربنا كثير. قصه معيشه. صار انه صار في من الاثنين ضيقه خلق على بعض، يعلقوا مع بعض مشاكل كل الوقت. من ورا قصه. كنتوا تشوفون يعني عم كنا نشوفهم كثير، نوقف بالنص انه كل واحد خلص حياه مستمره، خلينا نكفي كذا، تعبت نفسيتنا، خلص الحل اتركوا بعض وبتضلكم تمام مع بعض. ان شاء الله بتضلوا اخوه للابد ومتفقين. ان شاء الله يا رب. وكل أكيد. الامور تصير معكم تمام وما تشوفوا شر من هلا تتجوزوا ويصير عندكم عيال وعندكم اولاد وتربون وتنتبهوا لهم. اكيد اذا راحوا على الطريق الغلط تنتبهوا لهم. مستحيل يفوتوا فيه. لا